السلام عليكم، شلا تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وعلى ما يرام. في هذه الأمسية الليلية كما راكم تشوفوا، ولا يقدم لاسر ماشي بعيدة على وين نسكن، قلت نخرج نشم شوية هواء، نتمشى شوية. لو سوا صافي لونتون شو با سورتي، قلت نتنفس شوية نحال خاطري، جو ريسبير ان تي بو لاغ فخي، الهواء النقي. نجي نمشي على رجليا شويه ونتنفس الهواء نتاع ربي النقي ونخرج جو شونج ان بو دير. فوالا فوالا، دونك خليو لي لايك البنات، راح نحط لكم واحد هذا فيديو مفيد بيان سور، فيه معلومات حبيت نوركم بها، واخترت اني نحكي معاكم على هذا السوجي وننصح فيه. كاين اللي امنوا كاين اللي ما يامنوش، نحكيو على كيفاش هناك بعض الاشياء اللي ربما الاخت غافله عليهم، ولا ربما وي ما على بالكش ما تعرفيش. فوالا، دونك راح ننورك ان شاء الله، وبدايه اليوم راح تولي على بالك. دونك لا كاين طوموبيلات بزاف، ربي يزيدها، ربي يزيدها لي في ميزان حسناتي واجر عليها ان شاء الله. فلا حبيتي سيدتي بيان سور تخرجي الطاقة السلبية من دارك، يعني إلا لاحظتي ربما في بيتك كاين مشاكل بزاف، ربما الدراري يتهاوشوا، ربما المشاكل الضغط يعني لا بريسيون التعطيلة، أو ربما الحاجة تحطي دوسي وهذاك الحاجة دائما تتعطل تتعرقل، دائما دي زوبستاكل، دائما حاجة هذيك ما تمشيش، تفشلي تعياي تكرهي بدون سبب، بدون سبب مشاكل تكرهي. ربما هناك متواجده طاقه سلبيه في بيتك، ودك نقول لك واشنو هي. هاي معايا، الا كانت عندك ساعه او اون اورلوج اون مونتر، يعني لا كانت عندك مكانة ولا ساعة ولا اون اورلوج، يعني ساعة تتعلق في الحيط ولا ديريها في يدك، ولا منبه يعني رافي، ويكون لي بيل يكونوا ما يمشيش باسكو لي بيل يكونوا قدم. مالا ولا تكوني ماشي مريقلتها الساعة، تكون عاطلة ولا تكون حابسة. نصيحة لله ليك أختي، هذيك الساعة اللي راهي حابسة راهي رايحة تحبس لك بزاف صوالح. فوالا، راح تحبس لك بزاف صوالح في حياتك، وراح تعمل لك التعطيلة، بمعنى ان اوبستاكل او ان بلوكاج. واش ديري؟ روحي ركبي لها بيلة جديدة ورجعيها تمشي الساعة هذيك، رجليها الساعة هذيك على الوقت بالذات، يعني بعد ما ديري لها لي بيل جدد، باش من بعد جديد وباش ديماري حياتك وباش ما تتعطلش. هذه مجربه يعني، باش تاتيري باش تجذبي الطاقه الايجابيه. فوالا، الا كانت عندك ايضا بوست او راديو ما يمشيش، ركبي له لي بيل ومشيه مشيه، باش كل حاجه تمشي على قانيها وعلى ديدانها. نزيد لك، اذا خلو طوموبيلات يجوزو سكرات موطو، الا كان عندك زجاج مكسر في الدار ولا مرايه مكسره ولا مشقق، يعني تشقق
أو تكسير يعني مراية مكسرة، مرآة مكسرة أو تشقق، لوحي جد يمات يماها في لابوبال بعدها من دارك خرجيها، لأنها تجيب وتطيري تجذب الطاقة السلبية، وبهذا تجيب المشاكل، تجيب النحس، تجيب الكحس، تجيب الوسواس، تجيب كل حاجة ماشي مليحة تطيريها للدار. دونك لوحي وشري ولا ريكوبيري صوالح يكونوا ملاح مسقمين على قانيهم باش الطاقة الإيجابية تحضر، باش الطاقة السلبية خرجي كلش من دارك. نزيد نقول لك حاجة أخرى، إذا كان عندك كرسي تاع الخشب ولا حطب مكسر ارمي جدو، جيبي كراسة مسقمين، جيبي كراسة أصحاح، لخاطرش هذيك الكراسة ولا الحطب ولا الحاجة تكون مكسرة تجيب لك الفشل، تجيب لك الطاقة السلبية. دونك ارمي عليك الطاقة السلبية وجيبي حاجات اللي يكونوا مسقمين، يكونوا على قانيهم، يكونوا يعني كرسي يكون شد روحه يكون واقف، ولا تكسر لك كاش كرسي لوحي جدي ماه ما تسقميهش وتعاودي تقعدي عليه. لا لا نو لا لا لا. نزيد لك حاجة أخرى اللي يعني تدخل الطاقة السلبية، إلا كان عندك نوار اسقيه، ما تخليهش اسقيه باش تتجدد حياتك وباش تولي لك الروح وباش تحسي السعادة والحياة تنتعشي وتحياي وتتجددي وتتغيري وتبقاي يعني تتنوري كما ديك النوارة اللي مغروسين عندك النوار، اسقيهم اعتني بهم باش حياتك تولي لك الامل، فهمتي؟ فوالا. نزيد لك حاجة اخرى، باسكو اذا كان عندك النوار وما تسقيهش وما تعتنيش به مسكين وتخليه يذبال، هكذا راح تذبال كامل العائلة وتذبالوا وتولوا كامل للأسف الشديد. دونك نصيحة انك تسقيهم بالماء بيان سور، باش بالكازوز ولا بالجو دورانج، دونك تسقيهم وتكهلاي فيهم باش تخلي الطاقة الإيجابية، فوالا، باش كي يزيد هذاك النوار ويزيد يكبر ويزيد يعني يولي ما شاء الله. نزيد نقول لك حاجة أخرى، ما تخليش الصليح قدام الباب، الصليح قدام الباب يخلي الناس تدوس وتهدر فيك وفي ظهرك، ما تخليش جامي الصليح قدام الباب، باسكو الصليح هذاك حيعطيلي لك يعني الهدرة، يعني الناس تولي تهدر فيك وتولي تنشر فيك وتولي تقطع فيك. دونك نو الصليح ديري في لابوبال، لابوبال خرجيها في الليل باسكو سي با بون، ديري لي كوشمار، دير لي كوشمار، دير جيب الشواطن نعوذ بالله، لابوبال غطي جدها ورميها في الليل، ما تخليهاش تبات في الدار. نزيد نقول لك حوايج تاع ولادك اللي لبسوهم ما تقوليش ما تمديهمش بعرقهم، مش مليح، مش مليح على وليدك ومش مليح على هذاك الطفل المسكين اللي راح تصدقيهم له ولا تمديهم له بالعرق. علاش طوموبيلات بزاف الاخت هذيك، الا كان طفل قبيح وما يعرفش يقرا، الا كان قبيح الطفل وما يعرفش يقرا وكسول، هذيك الطفل اللي يلبس له حوايجو يولي كسول كيما هو، يولي فاشل في قرايته ويولي مشي ناجح. دونك يا مخلوقه ربي ما تمديش حوايج بالعرق تاعهم، وانت يا الام اللي راكي تدي الحوايج وفرحانه مبروجه يتمدلك في الحوايج تاع وليدها، ميم تغسليهم في الماشينه وتحيهم العرق كيف كيف الطاقه السلبيه تجي فيه في الحوايج، تبقى العرق هذاك وهذاك العرق هذا كامل يبقى لاصق في هذوك الحوايج، تغسلي وتقعدي دونك الطاقه السلبيه تكون فيه. الوغ حذاري، انت اللي حبيتي تصدقي حوايج شري حوايج جدد وصدقيهم وعطيهم لها بالتيكي، ماشي شرط تعطي حوايج تاع وليدك الطاقه السلبيه كامل تروح في هذاك الطفل الضحيه. على كل حال الضحيه زوج، ضحية لي تمد واللي تلبس، دونك ضحية على الأطفال في زوج، مش مليح اللي تمد حوايج وليدها، مش مليح على وليدها اللي يلبسوا له حوايجها، ومش مليح اللي تشد الحوايج على وليدها كي تلبسهم له حوايج اللي ملبوسين، العرق ولا بلا عرق كيف كيف، الطاقة السلبية أنا نهضرو على لي زوند نيجاتيف. دونك لا حبيتي ديري الخير شريهم بالتيكي، شري حوايج رخاص ومديهم يكونوا جدد محدين مطبقين جدد
ما فيهمش طاقة سلبية. ولا هذه هي، هذه نصيحة فقط لي أمن يأمن ولي ما يأمنش دبر راسه. أنا المهم أني ننصح وخلاص. وبالنسبة بيان سيغ للناس أو للنساء اللي وربما كاش وحدة في الدار ما تكونش عندها نشاف أو لا سيربيغ، ولا تكون توسخت لها بزاف وتلوحها ومن بعد تحصل وما تقدرش تخرج، ولا تكون ما عندهاش دراهم هذاك الوقت باش تشري نشاف ولا سيربيغ، وتقول لك راني مزروبه ولا انا لازم نقي الدار ولا مجايني الضياف ولا مجايني ولادي ولا جو سي با كوا، وتنوض تقطع السربيت على زوج وديرها شغل نشاف، وهذه يديروها بزاف، وتقول لك النشاف وراني كيف كيف، تقول لك السربيته تولي نشاف لا ما ميم ميم ماتيغ لو ميم تيسو، تقول لك نشاف بيها والله الله وخير من النشاف. الوغ نو، باسكو هذيك السربيته راكي تمسحي فيها وجهك انت والعائله تاعك كامل، دونك هذا كي تنشفي بها الارضيه او لو سول تمسحي بها راح تبهدلي تولي مكشوفه وشوهه وتبهدايل، راح وجهك يصفر ويخضر. دونك باش نحمر لك وجهك نقول لك جامي تسيقي بالسربيته، سيقي بالنشاف. هذه نصيحه باش تجذبي الطاقه الايجابيه وما تجذبيش الطاقه السلبيه. تجي جارتك ولا اي وحده تلف عليك الملح ما تمديش الملح تاع دارك، ماشي مليح. اعطي الدراهم هذاك التشير اللي جاي يطلب من عندك الملح وقولي له روح شري بهم وحده جديده، وما تمديش الملح تاع دارك باسكو ماشي مليح، ماشي مليح. ما يخرجش الملح من الدار، سي با بون. هذه كامل نورمالمون يعرفوها وفاليدو عليها كامل العجائز، يقول لك صح بنتي عندك الحق. الملح تاع الدار ما يخرجش وما يتسلفش وما يتمدش، الملح تاع الدار يبقى في الدار. روح عند جاتني وحده ولا واحد يطلبني في الملح نعطي له الدرام نقول له روح شري الملح جديد من الحانوت وما نمتش ملح داري. هذه دوك فقط عطيت لكم بعض نصائح وان شاء الله يعجبوكم. خليوا لي في التعاليق واش رايكم، اسكو تامنوا ما تامنوش. اون توليكا الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه كاينه منها، لي زوند نيجاتيف لي زوند بوزيتيف كاينه منها. دونك هذه فقط معلومات صحيحه مؤكد عليها، وفقط حبيت ننصحكم وننوركم. دعيوا لي كاين اللي يقول لك ما كاش منها، انا جو سي كو كاينه منها. دونك فوالا هذا ما كان، وذكروا بزاف اللي كان عنده العين ولا الحسد ولا ذكروا بزاف ربي سبحانه، لاخاطش ربي نذكروا في القران، القران نقراوه ونذكروا ربي سبحانه، الاذكار راح تحمينا من العين من الحسد. كاين بزاف انفس شريره وتتمنى لنا الشر وتفركيته والتشتت، والله كاين حتى اللي تتلاقيهم سبحان الله في الطريق، تلاقي امراه ربما عينها حسوده ونفسها شريره وتتمنى الشر، دوك تلاقيها تقول لك صباح الخير بصح هذاك النهار تقول لك نهارك مبروك، هذاك النهار ما يوليش مبروك، لا بركه فيه، تتنحى كلش البركه، هذاك النهار يولي مكحوس ومنحوس وتشوفي هذاك النهار كحل. دونك كاين شي ناس ما يبورت با البونور، يبورت لو مالور، غير اشاك فوا كاين اللي يتلاقى معاك واحد ما يربحش على دعوته، ما يربحش عليه، ما يهبش على كمارتو، جو سي با. كاين ما هكذا تتلاقي بها ولا تقول لك سلام ولا تقول لك صباح الخير ولا مس الخير، تتلاقي بها نهارك تحل، تولي تقول يا ربي وما تلاقاش بها. مهم هذو العباد ولا هذه النوعيه كاينه منها. اذا قبل تلاقي بها اقراي في راسك، في راسك اقراي، اقراي المعوذتين، اقراي صوت الفالق، اقراي استغفر الله، اقراي صوت الفالق، اقراي صوت الناس، اقراي آية الكرسي باش تبعدي عليك الحسد، لأن الحسد موجود موجود موجود. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يبعد علينا الحساد والعين اللي تتشتت واللي تفركت واللي فيها كلش، الله يبعدهم علينا وعليكم، والله يلاقينا غير مع الناس الزينين والطيبين. خليوا لي تعليق شبابي إلا عجبكم الفيديو والموضوع، وإن شاء الله تكونوا تستفادوا من النصائح. نقول لكم ما تنساوناش بالبصمه وبيان سور دعمونا، امسياتكم طيبه مباركه. انا دوك ندخل شميت شويه هواء نحيت شويه على خاطري، خليتكم في الامان، غير خرج باش نشم شويه هواء نحي على خاطري ونكسر معكم ندير فيديو وندخل هذا مكان. دونك سي تو، نقول لكم خليتكم في الامان، تهلاو بزاف لوحديكم والى اللقاء. ما يكون عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش باللايك وتعليق شباب، إلى اللقاء.